بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من نعم علي، من نعم الله علينا ان انعم علينا بنعمه الاسلام الذي جاء يتماشى مع الفطره السليمه ومع العقل السليم فليس في ديننا شيء من التناقض ولا من الاختلاف على عكس ما هو موجود عند اهل الديانات الاخرى من التناقضات ومن بين هذه التناقضات مساله الايمان بالله تعالى فنحن المسلم المسلمون مؤمنون بان الله واحد لا شريك له لم يلد ولم يولد لكن من اصحاب الديانات كما هو الحال عند النصارى من المسيحيين يعني عند المسيحيين يقولون بان الله ثالث ثلاثه وليس اله واحد عن هذا الموضوع نزلت ايات من القران تتحدث فلنستمع الى هذه الايات ثم نعود الى قصتها بسم الله الرحمن الرحيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم بعد الاستماع الى الايات الكريمه من سوره ال عمران وقد بين الله عز وجل كيف خلق ادم وكذلك كيف خلق عيسى عليه السلام ولنزول هذه الايات قصه ذكرها كثير من المفسرين عن جابر رضي الله عنه قال قدم وفد اهل نجران واهل نجران كانوا قد اعتنقوا النصرانيه قبل الاسلام قدم وفد وفد اهل نجران على النبي صلى الله عليه وسلم وكان القادمان رجلان من علمائهم احدهما يسمى السيد والاخر يسمى العاقب فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فقال اسلمنا قب قبلك يعني نحن اهل الدين ونحن من اتباع الدين قبل ان تدعونا الى الاسلام رفضا الدخول في الاسلام قال كذبتما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام فقال له هاتي أنبئنا أي أخبرنا قال حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير فدعاهما إلى الملاعنة فوعداه على أن يغادياه أي أن يلتقي معه في الغد في الصباح فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة وبيد الحسن والحسين رضي الله عنهم ثم أرسل إليهما فأبوا أو فأبيا أن يجيبا فأقر له بالخراج معناه أقر أهل نجران على دفع الجزية وعدم الدخول في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو فعل أي لو خرج للملاعنة والمباهلة لمطر الوادي نارا قال جابر فنزلت فيهم هذه الآيات التي استمعنا إليها هذه الآيات يخبر الله تعالى عن قصة خلق عيسى عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل, كمثل آدم أن خلق عيسى كخلق آدم وسيأتي التفصيل خلقه من تراب أي أن آدم خلق من غير أب ولا أم كما ان عيسى خلق من غير اب ثم قال له كن فيكون وقوله كن فيكون بمعنى ان الله تعالى هو الذي خلق فلا علاقه لهما بالالوهيه الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك اي اراد ان يبرهن لك وان يستدل لك حاجك فيه اي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا دعاهم الى الملاعنه والمباهله ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل وهو اللجوء الى الله بالدعاء من هو على ضلال فليهلكه الله فنجعل لعنه الله على الكاذبين اذا هذا محتوى القصه وهذا معنى ما ورد فيها من هذه الايات هذه القصة إذن تبين لنا يعني خلق آدم وخلق عيسى عليه السلام نعم, نعم. يعني لأن الإنسان تعود أن, أن يوجد إنسان أو أن يخلق إنسان من جراء يعني من من اب و ام كما هو الحال عند البشر باقي نعم البشر نعم فالحال عند سيدنا ادم عليه السلام انه خلق من غير اب ولا ام وسيدنا عيسى عليه السلام هو مثل سيدنا ادم في كونه خلق من غير اب من غير اب اذا ادم عليه السلام خلقه الله من طين من غير اب ولا ام كما ان عيسى خلق خلقه الله من غير اب من أم من غير أب وهنا النصارى يدعون الألوهية لعيسى في هذه المسألة بالذات ماذا يقولون نعم يقولون إذا كان عيسى ولد من غير أب فأبوه هو الله يعني ليس هناك احتمال آخر إلا أن يكون أبوه هو الله ولكن في الآية التي يقول فيها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ان سيدنا ادم عليه السلام خلق من غير اب ولا ام فلو كان عيسى اله فلو كان ابو سيدنا عيسى هو الله فمن باب اولى ان يكون ابو فلو كان يعني ادم كذلك ابن ابن الله ولو كان كذلك من يقول عندهم بان سيدنا عيسى هو الله فمن باب اولى ان يكون سيدنا ادم هو الله يعني الايه تخاطب هؤلاء إذا قلتم بأن عيسى ابن لله، لماذا؟ لأنه ولد من أم من غير أب. إذا أبوه هو الله. لكان الأولى أن نقول أن آدم هو ابن الله. لأن آدم خلقه الله من غير أب ولا أم. يعني لكان هذا هو الأولى. ولكن هؤلاء النصارى كذلك يطرحون نقطة أخرى يعني لما قالوا أن عيسى هو ابن الله يعني ما دام ليس ابن بشر هل كان عيسى موجود قبل أن تلده مريم عليه السلام عيسى لم يكن موجودا ولم يكن له اثر قبل قبل ان تلده امه وكانت ثم عندما ولدته من غير اب كان طفلا ياكل الطعام يمشي تربى كما تتربى الأطف يتربى الاطفال كبر ثم لا. كان عادي. يعني هذا الكلام ما هو كلامنا فقط لا. يعني احنا كمسلمين نقول بان مريم عليها السلام ولدت نفخ الله من روحي يعني والقى كلمته اي الملك وولد عيسى بشر كسائر البشر ونشأ وتربى وكبر وكان كسائر البشر يأكل ويشرب الى اخره وحتى هؤلاء من النصارى يقولون بأن عيسى ولدته مريم هل يعقل هل يعقل ان يكون هناك اله ولم يكن قبل أن تلده مريم عليه السلام إذا هذا الإله إذا هو مخلوق نعم. ما دام لم يكن موجود لأن من صفة الله أنه بزرية. قديم أزلي لا بداية له وهذا بدايته بمولده من مريم عليه السلام عزيزي. ثانيا إذا كان حقيقة ابن الله لماذا ينشا نشاه البشر؟ صغير طفل يصبح شاب يكبر ياكل يشرب يسقط ينهض يفعل ما يفعله البشر من الذهاب الى الخلاء الى كذا يعني هذه هل صفه الاله او صفه البشر لو كانت قالت النصارى بان عيسى ابن لله لم يكن فيه هذه الصفات صفات البشر كونه موصوف بصفات البشر يدل على انه مثل ادم انه مخلوق كسائر المخلوقات وانه عبد كسائر العباد بشر كسائر البشر كذلك لما ننظر الى ما يذكره يعني النصارى في كما يقول النصارى ليس كما نعتقد نحن كمسلمين اننا نعتقد ان الله رفعه لكن هم يقولون بان النصارى صلبوه وقتلوه طريقه القبض عليه والصلب كيف كانت نعم النصارى يقولون على انه عيسى عليه السلام كان هاربا منهم كان يتخوف منهم وكانوا يبحثون عنه فقبضوا عليه وكان عنده تم القبض عليه بحوالي ثلاثه ايام وهو تحت, يعني تحت ثلاثه ايام لما بعد الصلب بعد الصلب نعم يعني صلبوه ثلاثه ايام وكانوا يبصقون عليه وبعد ذلك قبروه يعني نعم يعني ما يذكره هؤلاء عن عيسى عليه السلام وان اليهود تربصوا به وكان يتخفى وكان جزعا من تصرفاتهم ثم قبضوا عليه ثم صلبوه وكانوا يهينونه عليه السلام ثم قتلوه وبقي ثلاثه ايام ثم دفنوه احنا نطرح عده اسئله لما فعلوا به هذا الفعل اين كان ابوه لو قالوا انه ابن الله هل يعقل ان يترك الاب الاب ابنه, ابنه, ابنه على هذا الحال؟ ثم هذا الاله الذي لا يستطيع ان يقهر هؤلاء او ان يرد عن نفسه شيء هل يستحق ان يكون الها؟ لا يستطيع اذا كان مغلوبا على امره عاجز لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شرا هذا لا يستحق أن يكون إلها إذا هو كسائر البشر وليس إله ولا يستحق أن يكون إلها وإلا ثم شيء آخر لما صلب وبقي ثلاثة أيام ثم بعد ذلك دفن ثم يقول النصارى شيئا آخر بعد الدفن هذه على الأقل نقول ثلاثة أيام هذه لما بقي العالم بدون اله. كيف كان؟ كيف استقام امر العالم من غير ان تقع فوضى مع ان نظام العالم انما هو بيد الله تعالى يتصرف فيه كيف يشاء. لو كان عيسى عليه السلام الها لفسد امر الكون. ولكنه لم يفسد. وهذا يدل ايضا كما جاء في الايه ان عيسى مثل ادم ما هو الا بشر كباقي البشر, البشر. البشر في الآية أيضا تشير الآية وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ما يسمى بالمباهلة يعني ما معنى المباهلة؟ وبعدما أصر وفد النجران على كفرهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تحدي طلب منهم أن يخرجوا صباحا مع أهليهم وكذلك النبي مع أهله ويبتهل إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى فمن فمن كان كاذبا سوف تلحقه الدعوات المباهلة هذه لما جاءه وفد النجران وكان فيه معالمان ينوبان عن اهل نجران واصر مع من كان معه من النصارى معهما على البقاء على النصرانيه المسيحيه دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم اما انا على الحق واما انتم على الحق لنخرج صباحا ونخرج معنا الاولاد والاهل ونتوجه الى الله من كان على الباطل أهلكه ومن كان على الحق فانصره في الصبيحة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماسك بيد ابنته فاطمة وعلي وأيضا بالحسن والحسين لأنهم أهله أهل بيته رضي الله عنهم ولكن اهل نجران رفضوا الخروج. لماذا رفضوا؟ لانهم يعلمون في قراره انفسهم انه نبي مرسل وان الاوصاف التي ذكرها الله تعالى في كتابهم موجوده فيه. وعلموا انهم لو خرجوا للدعاء لنزلت عليهم اللعنه ولاهلكهم الله تعالى مع هم ومن جاء من ذريتهم فابوا المباهله وقبلوا ان يدفعوا الجزيه وعادوا الى أهليهم. هذا ما معنى المباهله لما نرجع الى القران الكريم القران الكريم هو الذي انصف عيسى عليه السلام لما بين بان عيسى عليه السلام ما هو الا المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل الا رسول ما هو الا رسول من رب العالمين الى الناس كموسى وكابراهيم كنوح كمحمد صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن الها وانما كان نبيا مرسلا وان عيسى عليه السلام ما هو الا بشر وليس إله ولم يكن ابن إله مع أن هناك يمكن أن نطرح تساؤلات كثيرة عيسى أين كان موجود؟ قبل قبل أن يولد؟ بعد أن ولدته مريم كان في بيت المقدس نعم كان موجود في حيز من الأرض والأرض هذه مخلوقة أو هي الخالقة؟ مخلوقة مخلوق. 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 هل يعقل يعني عند اهل العقول ان يكون هذا الخالق لو كان خالقا تحتويه يحتويه تلك الارض مخلوق. الارض المخلوقة كونه في دائرة المخلوق اذا هو بالضرورة ان نقول مخلوق مخلوق نعم. لو تتبعنا يعني الردود من خلال الايه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم يعني في الخلق هذا من غير اب وهذا من غير اب ولا ام لتعددت بنا الردود والكثير من الاعتراضات التي يدعي اهل الانجيل انهم ان عيسى عليه السلام اله مع أن الأناجيل قبل أن تحرف كانت تعترف وتوضح بأن عيسى عليه السلام رسول وعبد أرسله الله تعالى إلى الناس نبيا ويدعوهم وأنزل عليه الإنجيل لينذرهم لي ويبشرهم حتى حتى في الاناجيل الان المحرفه الان لا توجد اي ايه قبل مقارنه الاديان يقولون انه لا توجد اي ايه ينص فيها عيسى بانه ابن الله او بانه الله لم يقل يوما في الاناجيل بانه هو الله ولكنهم هم يؤولون بعض الايات فقط من اجل ان يؤلهوا نعم ولو درسنا تاريخ كتابه الاناجيل هي متأخرة جدا عن وفاة الأناجيل لم تكتب في عهد عيسى عليه السلام ولا بعد عيسى إلا بعد فترة طويلة طويلة, جدا ولهذا ظهرت مئات الأناجيل قبل أن يعقد المؤتمر المعروف يعني يعني مجموعة. نعم وأجمعوا على اختيار أربع أناجيل التي تصرح بان عيسى هو ابن الله والغوا جميع الاناجيل التي كانت باقيه على التصريح بان عيسى عبد الله هو, الله. هو عبد الله ورسوله, ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا الذي يجمعنا والذي يميزنا ايضا يجمعنا مع النصارى اننا نؤمن بعيسى ولكن الذي يفرق بيننا وبينه انهم يعتبرونه اله وليس فيه صفات الاله ونحن نعطيه المقام الذي اعطاه الله ونؤمن بانه عبد ان عيسى هو عبد من عباد الله ورسول كريم من رسله عليه وعليهم الصلاه والسلام من اراد ان يتبين له الامر في عيسى عليه السلام فقد انزل الله عز وجل صوره مريم وتكلم القران عن خلق عيسى وكيف خلق عيسى وكيف ولدته امه مريم عليها السلام وكيف نشأ وكيف تربى ثم كان دعوة إلى بني إسرائيل بعد أن حرف اليهود ما حرفوه من التوراة وخرجوا عن تعاليم التوراة الصحيحة ولكن هؤلاء اليهود الذين كانوا يمكرون به ويرفضون دعوته حاولوا التربص به ونحن نؤمن بان الله تعالى شبه لهم اخر فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه ولكن الله رفع عيسى عنده ونؤمن ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان عيسى قد رفعه الله وسينزل في اخر الزمان ويحطم الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال كما جاءت الاحاديث وانه يكون واحد من هذه الامه نسال الله عز وجل ان يثبتنا على الدين وان يجعلنا من عباده المخلصين الطائعين ونسأله أن يجعلنا من عباده الموحدين الذين يؤمنون بالله الواحد الذي لم يلد ولم يولد إلى موعد آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>